بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميعا. ونبداو ببرج العذراء اللي نهارو طالعة فيه الشمس اللي كتقوم بيه حاليا كيكمل بسهولة وعلى أكمل وجه، وصحابك ومعارفك وحتى زملائك في العمل معجبين بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة. هذا الشيء غيزيد من ثقتك في نفسك بدرجة عالية، فحرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر. وعندك تغير وتصبح نرجسي، بل استمتع مع راسك بالحياة مع الحبيب ديالك وخطط القيام لبعض الأنشطة معه. ونمشيو لعند برج الأسد. لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك وضعتك في مواقف حرجة، واستراتيجية الحلول اللي كتنتجها في عادتك ما خدمكش رغم محاولتك المتعددة. وكنوع من التغيير حاول تخلى على الأنماط الاعتيادية وتاخذ منهج جديد، حيث القيام بتغيير حاسم هو اللي غادي يخرجك من المواقف والمشاكل المستعصية. وحياتك الخاصة كذلك، أمورك ما عجبكش مالك غير بالمواجهة ولا ما تفقد الإحساس بأهدافك النهائية. كتأرجح اليوم يا برج السرطان بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد. واليوم عندك معقد، حاول تذكر الماضي لأنه غيساعدك في تقدير الأمور والصعوبات نسبيا ويخليك في وفاق مع ذاتك ومحيطك. وحاول ممارسة القليل من التواضع في حياتك الخاصة، واستجب الحبيب ديالك بدون انفعال، حيت هذا الشيء كيخلق العصبية بيناتكم أكثر ما تتصور. وبالنسبه لبرج الجوزاء، قريب غتواجه تحديات وعراقيل صعبه اللي خدام معك غيصبح ضدك وغيسبب لك مضايقات كثيره، وهذا الشيء كامل غير باش يخلق لك خلل في توازنك، وبالتالي ما عليك غير تجاهل بكل بساطه. واذا كانت حياتك الشخصيه غير مستقره فركز على الاحتفاظ على هدوءك باش تقدر تواجه خلافاتك الحاده مع الشريك. وانت يا برج الثور، مفعم بالحيويه اليوم، وحتى اصعب الظروف ما غتفرقش معك وما غتعيقش طريقك، وهدوءك وثقتك هما مصادرك الطبيعيه للحيويه، وراك قادر تنغمس في الحياة بدون تردد. وساعد لشيء خاص راه الحبيب ديالك مبهور بك اليوم. والأمور ماشي حتى اللي هي عند برج الحمل، ما قادرش تركز على مهامك اليومية بلا ما تيأس، حيت إلا قمتي بأفضل ما عندك غادي تحصل على بعض النجاحات وغتحسن أمورك. وفي حياتك الشخصية أصغر الأمور كتسبب لك الكثير من الجدل مع الشريك. ونجيو لعند برج الحوت، بإمكانك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا كيعني أنك غتقدر تطبق أصعب الأفكار اليوم وغتلقى دعم بشكل خاص من خلال العمل وحتى في حياتك الخاصة. إيوا باين حبك واهتمامك للحبيب باش تزيد تقوى علاقتكم. أما برج الدلو، صحته الجسدية والعقلية أحسن أحوالها، أما تفلت حتى لحظة في السعي وراء أفكارك، واليوم غادي تكسب المؤيدين اللي غيشاركوك في أهدافك، بالإضافة إلى أنك شخص مهم في حياة الآخرين، وهذا الشيء غيوفر لك الفرص للحصول على صداقات أعمق واكتشاف حب حياتك. وبرج الجدي اليوم كتواجهك أفكار جديدة وغادي تنجح إلى قابلتي المخاطر بشجاعة، فبإمكانك الاعتماد على دعم زملائك في حالة نجاحك، وضروري تعامل بصراحة في علاقاتك. واش عرفتي بلي الأفكار الغير عادية اللي كتراود الشريك ديالك غتأدي لفتح مسارات جديدة؟ ولكن خصك تبقى متواضع حيت بينك وبين الغرور غير خطوات. وندوزو لعند برج القوس، غتتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة، كيفما غتظهر بعض العلاقات الممتعة إلا حافظتي على ردودك الإيجابية. ولكن أجي بعدا، قولي شنو سرك؟ كثير من الناس كيلجؤوا لك في حياتك الخاصة، خاصة تمر وقتك أكثر مع شريكك. وشكون بحالك يا عقرب، واخد راحتك اليوم، كلك ثقة وتفاؤل، والتفاعل بينك وبين الزملاء ودود للغاية، وكل شيء كيقدر القدرة ديالك على العمل الجماعي، وحتى من عائلتك وأصدقائك مجاذبين لك في الوقت الحالي، وشريك حياتك كيف ساخر بك. ونختموا ببرج ميزان كيف العادة، راك محتاج اليوم للهدوء والصبر، وحاول تفصل بين الأمور الهامة والأمور اللي ما عندها حتى أهمية. ومن الناحية المهنية كل شيء على ما يرام، وحياتك العاطفية شيقة للغاية حيث كتمتلك أسلوب أكثر في مراعاة ظروف الآخرين. بهذا مشاهدينا كنختموا شنو قال زهرك اليوم، وغادي نعرفوا شنو قال زهرك غدا معنا على شوف تيفي.